دكتور جهاز هنا؟ ايوه بالفوق عند الست. مساء الخير يا دكتور. اهلا. ازاي الحال؟ انا اسف ما قدرتش استناك، شغل مفاجئ كالعاده. الحمد لله كله تمام والجنين في وضعه الطبيعي. الحمد لله. بس وحياتك يا مدام، انا عايزك الايام اللي جايه تكرري حقن الكالسيوم. حاضر. قول لي يا دكتور، ممكن اسافر اسكندريه اشوف ماما؟ اصل بقالي مده ما شفتهاش. بس انا خايف السفر يتعبك. اذا كانت يا ستي وحشتك قوي ابعتي لها وهي تيجي. اسيبك منها يا دكتور، سفري انا اقدر استغنى عنها يوم واحد. اتفضل. تصبح على خير. لحد دلوقتي الحاله ماشيه طبيعي. تفتكر دلوقتي مفيش خوف؟ بالتاكيد الحاله دلوقتي احسن من المرات اللي قبل كده، لكن برضو لازم نخلي بالنا. بلاش تجد نفسها. يعني تنام في السرير. مش كده، ممكن تخرج وتتمشى بس من غير اجهاد زياده. طيب يا دكتور، متشكرين جدا. نعم. تصبح على خير. تصبح على خير. كده برضو يا حبيبتي بقى عايزه تسافري وتسيبيني لوحدي؟ بطل امور الباكج دي وقول الدكتور قال لك ايه. بيقول لك يا ستي ان سعادته المره دي مصمم انه يشرف. تفتكر يا محمود، انا كل مره بيبقى عندي امل وبفضل احلم وبعدين. لا 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 حبيبتي، لا لا اطمني، المره دي مختلفه خالص. انا عارفه قد ايه من زمان نفسك تكون اب. الو. ايوه يا حسن، ايه الاخبار؟ سالنا على الزوج يا فندم في مكتبه، قال انه في اسكندريه بيخلص بضاعه من الجمرك وانه سافر يوم 18 الساعه 12 الظهر. ايوه خدنا اسم اللوكندر اللي نازل فيها. طيب يا حسن استدعيه. ايوه على طول. ما فيش اخبار تانية؟ طيب تصبح على خير. يعني ما قلتليش ايه اللي حصل؟ دي يا ستي الممثله الهام سامي. مال ليوها مخنوقه في الحمام وفي اشتباه انها تكون انتحرت. مش معقول، هتنتحر ليه؟ على المهم لسه التحريات هتوضح كل شيء، وفي كمان تقرير الطبيب الشرعي. محمود انا مش دايما اقولك ما تقلعش والشباك مفتوح. امرك يا حبيبتي. في حاجة يا محمود؟ لا حبيبتي مفيش حاجة. زوج المجنى عليه عواصر فن. خليه يدخل. حاضر فندم. اتفضل. أهلا وسهلا. باقي في حياتك؟ حياتك الباقية يا فندم. سيجارة؟ متشكر ما بشربوش. احنا هناخد من حضرتك كلمتين. تحت امرك يا فندم. سين، الاسم والسن والمهنه. بيم، حسن احمد داوود، 50 سنه، رجل اعمال. سين، لما اتصلنا بيك قالوا لنا انك في اسكندريه، تقدر تثبت لنا بالظبط حضرتك كنت فين ليلة ارتكاب الحادث؟ أيوة يا فندم، ليلة الحادث أنا ما خرجتش من الأوتيل. أوتيل إيه؟ البوريفاج. وفي الليلة دي بالذات أنا ما خرجتش خالص من الأوتيل، لأني كنت تعبان شوية وحرارتي مرتفعة والدكتور منعني من الخروج. أستاذ حسن، ممكن تحكي لنا عن علاقتك بالمجني عليها؟ والله يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه بالظبط. معلش، هو حضرتك عارف ان اي معلومة هتقولها لنا هتفيدنا كتير. احنا كنا كويسين جدا، ومرة واحدة حسيت ان معاملتها اتغيرت. ازاي؟ حسيت ان في حاجة حصلت، حاجة غيرتها، مع اننا كنا بنحب بعض جدا، اتجوزنا عن حب، لكن بقى
الناس ما بتسيبش الناس في حالها. عندكم اولاد؟ لا، ما كانتش راضيه تخلف. انا كان نفسي، لكن هي ما كانتش عايزه. طيب تفتكر ايه اللي غيرها؟ مش عارف. انا حاولت اديها فرصه، قلت نزوه وهتعدي، لكن هي كانت مصرة على الطلاق. أنا رفضت في الأول، كنت متصور إن كل حاجة ممكن ترجع لحالها، لأننا يعني ياما اختلفنا واصطلحنا، لكن المرة دي للأسف منه لله بقى اللي كان السبب. مين اللي كان السبب؟ ما أقدرش أتهم حد. زي ما حضرتك عارف، مراتي كانت فنانة نجمة سينمائية وباستمرار حواليها ناس كتير. طيب يا أستاذ حسن، عندك أقوال تانية تحب تضيفها؟ لا أبدا، مفيش حاجة. طيب متشكرين. شكرا. احنا هنحتاج لك في وقت قريب.